خويا رضوان، يمكن بدايه يمكن التصريح دار شويه ديال البوليميكا خويا رضوان. ورا في ما درنا شي تصريح كي ديال البوليميكا، كل حمايه الفلوس هادو كاع اللي داير شي قناه غير بحمايه الفلوس. واه اخويا الله يجاد هذا الويكاند كامل في مد طلع تهبط القرضوان الهدايا. والله عادي درنا التصريح ديك النهار من مباراه ترشي وراها ما شافوش 7 مليون ولا 8، دابا عاوتاني التصريح شافوه شي 5 مليون مزيان. رضوان رضوان خصك دير شي شان ودير فهاد الصراحات ديالك وهنيو. والله العظيم اختي والله العظيم خلوت احنا فلوس. واخا نفسر شويه هاد القضيه، لان يمكن كاينه واحد ما نقولش جمهور ديال الوداد كامل، ولكن كاينه واحد الفئه ديال الجمهور ديال فريق الوداد تقلقات عليك شويه. نعم شكرا. بعدا اولا لان كاين تواصل من الاحسن، لان كتعرفوني رجل ديال التواصل ومن الاحسن نتوما. انا كنشكركم من هذا المنبر، كما تاع لعابها وكويريه معاك وداك تعرفوا تعرفوني، يعني كي واحد نتوما ملي كتعيطوا ليا كنقول لكم مرحبا. بيان سور ديما نتوما اي حاجه دارت لا في الفريق ولا اي لا في السنه الماضيه في صحتنا ولا اللي قبل منا باش لعبنا على السعود، دائما كاين هناك كاين واحد التحاوف كاين يعني واحد العلاقه وطيده بيني وبين الصحافه ولا سي عمان فهم الاستاذ ديالنا ابو ساتا. بيان سور بيان سور. يعني يعني كيف شرح لي عادي، يعني انتم شرحتوا لي باش نشرح نيت على الطرح. هو حقيقه بعض الاحيان كيخونك التعبير، مورينيو ومدربين كبار في العالم كيقدر يخون مؤثر تما كتكون واحد ديكلاراسيون شو. انا جي سي با يعني جي با سي بورتي مثلا لا فاسون باش مرتو عليا البيوت، وكنت على الاقل كنت نريح البرد وعاد نمشي درت ديكلاراسيون درتها اشو كنت قلت شي حوايج يعني بحال مثلا مغيش اللي بغيت نعبر عليه مثلا. وكنت بغيت نقول لك ان الوداد وداد راه فريق بطل وعنده تركيبه بشريه قويه وفريق قوي ومتصدر، يعني متصدر من لا شيء متصدر، راه ما يحتاجش نعطيو حنا هدايا، راه غينتصر علينا بلا ما نعطيو هدايا. هادشي اللي بغيت نشرح، ماشي بغيت نقول مجهودات يمكن خطات في اللي خصو يدير مجهود ما يدير مجهود، يمكن خطات في التعبير. اللي بغيت نتعبير نقول لي ان انا لا خسرت كاع مع الوداد ولا الرجاء راه عادي، هادو فرق كبار وحنا فرق صغار وفرق كبير في الميزانيات. بغيت نقول داك البرد صحيح، بغيت نقول انا الوداد راه تربحني بالكره يعني بالقوه ديالها، ليش انا اللاعبين ديالها نعطيوها هدايا؟ ليش نعاونو يعني ربما يمكن الحيمر اصلا لاعب اصلا انت لاعب كتاخذ غير شويه هو كياخذ ملايين، ليش غنعطيه كادو؟ يعني الميساج راه كيمكن كان اللعابه ديالك الحيمر ماشي انا فهمت راه اللعابه ديالي اللي شكاي عليهم. انا تقلص على اللعابه، انا ماني من لادفيرسير، انا غير التعبير ما خانني وصافي. انا نورمالمون ما خصنيش نعطي مثلا فريق يعني انت ما تحتاجك هو الوداد تعطيه تعطيه، راه هو غير بحك بلا ما تعطيه، فهمتي؟ ولا علاش نزيد انا نعطيه كادايا هدايا الفريق اللي هو اصلا قوي، فهمتي؟ ولا هذا اللي بغيت. واضح واضح. عندك شي تعليق طلحه؟ السي رضوان السلام عليكم. عليكم السلام خويا طلحه. خويا اولا بعدا كنشكروك على تقريبا التواصل مع تقريبا ام اف ام والحمد لله. انت كالوداديين كلهم الان راه سمعوا يعني بان السير رضوان الحيمر رجل ديال التواصل ولاعب كبير مريتي في فريق الرجاء الرياضي ولا مع المنتخب، الحمد لله احنا كنعرفوك وصديق ديالنا كاملين، يعني نتمنوا لك بعد التوفيق الحمد لله، وانت غادي في الطريق الصحيح، انت غادي في الطريق الصحيح رغم كما كنقولوا رغم الامكانيات البسيطه، انت كتاكد بان الحمد لله يعني السوالم هاد السنه هادي غادا في حد الطريق ان شاء الله كمل. غير هو ان اللي بغيت نقول لك السي رضوان وانك الحمد لله راك تخطب ثبات نحو ان شاء الله نشوفك فرق كبير، يعني حتى دابا التصريحات اللي كنقولوا راه عاديين، انت دابا راه وشيتي تصريحات اللاعبين ديالك وناتشي عارفينه. باش نكمل اخويا الحق راني اتصلت بوليد درت معاه ثلث ساعه يعني اتصلت بيه ما جاوبنيش، هو اتصل بيه في الليل البارح مساء بقينا كنتحاوروا وشكرته لانه شكرني على العمل ديالي، كذلك شكرني وكذلك شكرته وتبادلنا ودا وخدينا واحد الصداقه وغتبقى صداقه دابا، لان كمدربين شبان وهو عجبو العمل اللي قمت به والطريقه باش كنلعب وشرحت ليه وقال لي راه انا كندير ديك لا داكشي اللي بغيت نقول لك، حتى هو كيخونو التعبير مره هو كيخونو بزاف هو كاع وسيروان وما بقاش شكل الحال، حتى هو كيخونو التعبير شحال مره. ما قلت لك اخويا دابا نتوما سبحان الله الناس بغيتو تعرفوا المعلومه، كيف بعض الاحيان شي منابر باغيين هاي سبحان الله انت كتهضر معاهم ديما وحياتك كامله وتيبقاو يدويو وداوي باغيين يدويو سبحان الله. لا بالعكس اخويا هو شوف هو انا مثلا تسمع مني انا كعارف اللي في قلبي في الثاني وانا راه صريح ماشي غنكذب ولا نافق، فهمتي؟ وتلقى دابا هو باغي ياخذ من عندك المعلومه نهار تشي شي حاجه يعيط لك يهضر معاك بحالك بحال اللي كتهضر بحالك الشفافيه، يعني كل واحد الشفافيه ماشي يبقى
ورا ظهرك وهو ما عارف والو، وانت عارف يعني حسن النيه ديالك والناس راه عارفين شكون هو الحمر يعني. الى خاني التعبير خاني، وانا كنعتذر وراه قلت هذا التخبير هو اللي كان خصني نقول وما قلتش، وعادي جدا راه مدربين كبار وتيديروا هادشي اكيد اكيد العالم. وشتي حتى البارح ارتيتا مع كلوب راه كانوا غادي يتضاربوا، كانوا يتضاربوا، كانوا غادي يتدابزوا، وحنا درنا هذا الشيء كنديروا شي جيس كيبقاو عندنا راه دار دار لا كيوقع شي في كوره كيوقع. هما الدوري الانجليزي وما ادراك ما الدوري الانجليزي. ودابا دابا شوف الحمر العالم كامل شافهم الحمر كيبقى مقابل لك جيس ولا نهار شوف وبردوان واحد حاجه واحد حاجه طلحه الحمر باش يكونوا واقعيين. الجمهور ديال الوداد راه يمكن منذ البدايه ديال هذا الموسم هذا والمستوى الكبير اللي كتقدموا مع السوالم، بالعكس كلشي كيتفرج السوالم وكيحيي على الاداء رغم الامكانيات اللي كتبقى بسيطه ومحدوده. ولكن بزاف ديال الناس اسمع لي الحمر، بزاف ديال الناس كيقولوا كيربطوا هادشي الحمر ولد الراجه التاريخ ديالو مع الراجه ما كانش باغي يخسر مع الوداد، كيقول لك ما كانش باغي يعني بحال بقات في ديك الحرقه. انا نعطيك واحد الحاجه فسر لي هذه القضيه. دابا شوف الله يحفظك مزيان راه مزيان ما حد نوضحوا الناس. دابا انا ماشي بغيت انا مشكله في ربح الرجاء، دابا المشكل وقع لي مع الرجاء كان وقع ثالث مباراه الرجاء كانت مشكله بزاف ربح كذا واحد يعني واحد ثلث ساعه يعني ما دخلناش الماتش مزيان ودرنا خطا باش جبنا الهدف. انا قلت لي غير 30 مينوت شيره ودير الرجاء اللي كتكون قويه من بعد راه غنشطوا الماتش. جات بطاقه حمراء بطاقه 17 وجا مع الرجاء خاسر بواحد وجا ضربه جزاء وبطاقه حمراء، يعني ما بغيتش ندير نفس الاخطاء مع الوداد. قلت على الاقل يعني ما تاخذوش بطاقه حمراء ما تعطيوش ضربات جزاء مجانيه ونديروا بعدها مباراه كبيره ونبقاو ب 11 باش ما تبانش داك الخلل. هنا بغيت نستافد مع مع فرق كبار راك غتخسر غتخسر، ولكن على الاقل دير واحد مباراه كبيره وما تكونش خايف منهم. هادشي اللي بغيت نوصلو نمشي سردوان. نعم دابا احنا نتجاوزوا هاد المشاكل ودابا راك انت راك بررتي للجماهير وعرفتي يعني عرفوا الناس اشنو واقع، ولكن واش باقي عندك داك الاشكال ديال تاهيل اللاعبين ولا صافي دابا تمت الوضعيه؟ لا مازال حتى الساعه الان احنا استبشرنا خير. انا خدمت اخبارك خدمت انا كيصحابني انا اللاعبين تحلو خدمت واحد ربعه اللاعبين خصك تعرف الناس يعرفوا ان هاشمي راه اللي كان عندك اول حاجه غيتصل به ويسولو راه 11 يوم ما تدرب كان عنده مشكل في الدرب ضربوا البرد ضرب واحد الدرب ما دوش واحد النهار ورجع لدارهم وشرب البرد يعني ما تريناش 11 يوم ترينا يومين كنت غنلعب البدوي كذلك اضطريت نلعب لان نجيما واخا رجع بالاصابه كذلك الصهد وكروي اللي تربوا فقط يومين لانهم كانوا مصابين 10 ايام تصابوا في ماتش ديال وادزم انا كنت غادي ما غنلعبهمش ما غنديهمش معايا حتى في اللائحه واللي اضطريت باش نلعب هاشمي ولعب نجيم وكذلك نلعب ندخل في القشطه والثاني ندخل الصاد وندخل الكرو. وي اكراهات اللي احنا عارفين عندك انت في الفرقه كتمنوا ان هذه الامور تجوزوها. الحمد لله شوف دابا الشيء كنا غير مثلا كتلعب دابا خصك تعرف البرمجه ولا صعيبه بالبرمجه كيكون واحد لادات شيفا ولا كتوقف اللي كانت فيه كتعطيك واحد ثلاثه خمسه مباريات كتعطي لك متتاليه راه ما يمكنش ما يكونش امام تلعب فقط 15 لعاب ولا 16 كون كنتي كتلعب مره في الاسبوع راه ماشي مشكله 18 لعاب ولا 16 راه كافيه، ولكن ملي كتلعب كل مباراه راه. ولكن الحمد لله كما قلتي واحد الحاجه ان الناس ملي كتخرج الشارع فرحانين وتيعنقوك وتصوروا معاك وجريتي يا الحيم لا شي تيفرحوا انهم بعدا كملت لك ديك النهار ما تيقولش تفول يا اخي ويقول لك شو كانت عندنا غير ست الفرق بحال السوالم في البطوله كتلعب مفتوحه وكيف اهداف البطوله تبقى مشوقه. وي واتشي كتمناو تفضل اول حاجه خويا رضوان مرحبا السلام عليكم. وعليكم السلام اخويا اول حاجه حنايا نتحدثوا تقنيا المباراه بغينا الحمد لله شفنا اهداف صحيح. اي واحد كيبغي يشوف اهداف للجماهير المغربيه رغم ما كيكونوا اهداف اخطاء مزيانه المدربين لان كيشوفوا باش يصلحوا لا ملي كتلعب خاصه مع فرق كبيره كتصلح كتشوف بعض الاخطاء اللي غتصلحهم من هنا كتشوف انت كيفاش الطريقه كيفاش تسجل الطريقه كيفاش تسجل عليك كتحاول تشوف السلبيات والايجابيات يعني حاجه مهمه راه باش تلعب ضد فرق كبيره كيبينوا لك حوايج اللي هي مهمه نتحدثوا نتمنوا وسيمو تراكم ما كانش اخطاء راه ما تكونش علاش تحدث لينا هادشي كله واخا المدرب راه كيشتغل طيط الاسبوع مع اللاعبين ومع المدافعين وهذا ولكن راه ضروري ما كيترتكبوا لك اخطاء راه عاديين راه كلشي عارفوا بان تفضل بل احيانا يقدر باش حارس ماشي مشكل يرتكب لك خطا واحد ولكن باش يرتكب لك خطاين كتكون قاتله شويه فهمتي وتجيك يعني على الهدف الثالث انت كتقول اللي في البابيغ لابال بريمير زون
وانت عندك جوج حلول واختاريتي الحل الخاطئ، خليت صحابك خاوين وتتعطيها مباشره لادفيرسير وانت ما واقفش مزيان اون ديزيكيليبر. يعني اخطاء كتكون في بعض الاحيان ساذجه لواحد الدرجه كتقول بحال انت ما خدمتيش، يعني ما هنا تفقد التركيز بواحد الشكل، رغم ما تتقدم اداء جيد ورغم ما توصل لما تتشل، ولكن ما شي اخطاء ساذجه تبقى فيك الحال واخا تتشاغل كيبقى رضوان. واهم حاجه، اهم حاجه هي راه حنا كمتفرجين ولاعبين سابقين الحمد لله الاداء ديال الشباب الرياضي السوالم هذه السنه هذه كل كيستحسن ليه، نتمنوا لك التوفيق ان شاء الله في المقابله الجايه ان شاء الله. بالتوفيق السنه ديالك اخويا رضوان هي وصلت للجماهير الوداديه والجماهير المغربيه، وكنعرفوا بان الحمد لله السير رضوان بالاخلاق ديالو والحمد لله انت غادي في واحد العمل كمل اخويا وتكونسونطري مع الفرقه دابا. كنشكركم اخويا، مرحبا قادم افضل ان شاء الله. مرحبا على التواصل وعلى التوضيحات اللي عطيتوني فرصه باش نوضح في اي وقت بعض المنابر اللي كتستطفى الماء العاكر. لا بالعكس انت راجل تواصل، كنشكرك دائما على التواصل ديالك. شكرا بزاف سي رضوان الحيبر مدرب فريق شباب الرياضي السوالم. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو وما تنساوش ابوناو فلاشين وضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد ديال ام اف ام سبور.